أحدث عدستين من شركة سيجما اللي هي 20mm f1.4 و24mm f1.4 وكلها من فئة الارت سيريز اللي هي أعلى فئة عدسات من شركة سيجما. فخلونا اليوم نشوف مميزات هذا العدستين وكيف أدائها بأرض الواقع ولمين موجهة هذه العدستين. أنا محمد مشعل وهذا قناة مش فوتوغرافي. هذا القناة هدفها الأساسي هو تطوير المصورين إن كان في مجال المعدات أو حتى أساليب التصوير. فإذا أنت جديد على القناة تقدر تقرر إذا أنت كنت حاب تشترك أو لا. فاليوم أنا حاب أكلمك على أحدث عدستين من شركة سيجما اللي هي 20mm و24mm f1.4 Art Series من شركة سيجما. خلونا نشوف مميزات هذه العدستين ومراجعة سريعة لها وبنفس الوقت مع صور وفيديوهات من هذه العدستين عشان تقدر تقيم العدستين وتشوف إذا هي مناسبة لاحتياجك أو لا. فيلا نختصر الوقت ونبدأ المراجعة للعدستين. طيب بداية خلونا نتكلم على الوزن. وزن أول عدسة اللي هي 20mm هو 630 جرام، أما وزن عدسة 24mm فهو 510 جرام. فزي ما تلاحظوا عدسة 20 يعتبر وزنها شوية أعلى من عدسة 24. وإذا أنت حاب تركب فلتر ND على هذه العدستين أو أي نوع فلاتر، فعدسة 20mm يركب عليها فلتر مقاس 82mm، أما عدسة 24 فيركب عليها فلتر مقاس 72. هذا العدستين تركب على الكاميرات الفول فريم، فزي ما تعرفوا شركة سيجما عندها العديد من إصدارات العدسات، جزء منها يركب على عدسات الـ APS-C أو كاميرات الـ APS-C، وبنفس الوقت في عدسات تركب على كاميرات الفول فريم، فهذه العدستين موجهة لكاميرات الفول فريم. وطبعا كل العدستين فيها 11 راوندد بليدز، وهذا الشيء بيخلي العدستين تطلع ببوكيه دائري بشكل أكبر. التصميم الخارجي للعدستين جدا أنيق وفيه له تفاصيل جدا كبيرة. بداية في رينج خاص بفتحة العدسة، بإمكانك أنك أنت تتحكم بفتحة العدسة عن طريق هذا الرينج، سواء أنت تبغاها على F1.4 أو أنت تبغاها F8 أو F16، كله بإمكانك أنك أنت تتحكم فيها عن طريق الرينج الخارجي. بنفس الوقت بإمكانك أنك أنت تحطه على حرف الـ A وتصير تتحكم عن طريق فتحة العدسة باستخدام الكاميرا. وطبعا في لوك سويتش في هذا العدسة راح يمنع الرينج الخاص بفتحة العدسة انه هو يتحرك عشان ما تغير فتحة العدسة بالخطأ، او اذا انت ما انت حاب انه فتحة العدسة تتغير طول ما انت تصور تقدر انك انت تستخدم هذا اللوك. وطبعا زي اغلب عدسات سيجما الارت في زر موجود على العدسة بامكانك انك انت تخصصه على الشيء اللي انت حابه. وطبعا في اكثر من سويتش في هذا العدسة، واحد منهم خاص بالاوتو فوكس والمانوال فوكس، فبامكانك انك انت تتحكم بهذا السويتش انه تخلي العدسة اوتو فوكس او مانوال فوكس، اما السويتش الثاني فيخليك انك انت تتحكم بالكليك بفتحة العدسة. فاذا انت حاب صوت الكليك يكون موجود او احساس الكليك موجود في الرينج الخاص بفتحة العدسة، فبامكانك انك انت تستخدم السويتش هذا اللي موجود الخاص بفتحة العدسة انك انت تخليه كليكابل او من غير ما يكون له صوت الكليك ويكون سموث بشكل اكبر. طيب الان خلونا نتكلم على الاوتو فوكس بالعدستين. اداء الاوتو فوكس فيها جدا ممتاز، سواء كان لعدسه ال 20mm او عدسه ال 24، اداء الاوتو فوكس فيهم جدا ممتاز. والجميل بنفس الوقت انه بامكانك انك انت تاخذ الفوكس من مناطق جدا قريبه في هذه العدستين، فصار تقدر تستفيد منها في بعض اللقطات انك انت تخرج بمنظور مختلف. والجميل في محرك الفوكس في هذه العدستين انه صوته غير مسموع تماما، فهذا شيء يعتبر مهم جدا لمصورين الفيديو بهذه العدسات، هو انك انت لما تصور فيديو ما راح تعاني من مشاكل صوت محرك الاوتو فوكس. اما بخصوص الفوكس بريذنج، فامانة العدستين فيها موضوع الفوكس بريذنج يظهر بشكل بسيط، بالذات في عدسة ال 20mm راح تلاحظه بشكل اكبر بشكل بسيط عن عدسة ال 24. وبالنسبة لي ما اشوف انه هذا الشيء مشكلة، لانه العدستين ما هي موجهة لمصوري الفيديو بشكل كامل، وبالرغم من هذا اداء العدستين بالفيديو يعتبر جدا ممتاز، لكن نقدر نقول انه هي موجهة بشكل اكبر لمصوري الاستروفوتوغرافي او نقدر نقول مصوري المجرات. اما بخصوص الفليرنج والجوستنج في هذا العدستين، امانة حاولت اني التقط اكبر عدد صور ممكن باتجاه الشمس وكان اداء العدستين جدا ممتاز، ما لاحظت في اي جوستنج او فليرنج بطريقة جدا غريبة في العدستين، لانه معروف عدسات الارت سيريز من شركة سيجما يستخدموا افضل انواع الزجاج للعدسات، عشان كذا غالبا الفليرنج والجوستنج نادرا ما تعاني منه بهذه الفئة من العدسات. طيب الان خلونا نتكلم على واحدة من اهم المعايير في العدسات اللي هو الشاربنس او الحدة. امانة اداء العدستين جدا ممتاز في موضوع الحدة،
وراح أشارك معاك بعض الصور عشان تقدر عن طريقها تقيم حدة هذه العدستين. وبتلاحظ موجود على اليسار فوق اسم العدسة، سواء كانت الـ 24 أو الـ 20 مليمتر، عشان تقدر أنك أنت تفرق بينهم. وأمانة أداء العدستين في موضوع الحدة كان جدا ممتاز في مختلف ظروف التصوير. طيب السؤال الآن، لمين موجه هذه العدستين؟ هذه العدستين أمانة موجهة لأشخاص جدا كثير، لكن أهمهم هم مصورين الأستروفوتوغرافي اللي هم مصورين المجرات. فهذه العدستين بفتحة العدسة اللي هي 1.4 بتساعدك أنك أنت تطلع بصور جودتها جدا رائعة وحدتها عالية، وبنفس الوقت هي فتحة العدسة فيها 1.4 فبتساعدك أنك أنت تطلع بصور جدا جميلة في اللو لايت أو في أوضاع الإضاءة المنخفضة. بنفس الوقت ممكن انت تستفيد من هذه العدستين سواء كان في تصوير اللاندسكيب او حتى الاركيتكتشر، وتقدر انك انت تستفيد منها استفادات كثيرة بمختلف ظروف التصوير بناء على نوع تصويرك. فهذه العدستين ما اقدر اقول ان هي موجهة الى فئة معينة، لكن هي نقدر نقول تركيزها بشكل اكبر على مصورين الاسترو فوتوغرافي. وطبعا سواء انت كنت مصور لاندسكيب او استروفوتوغرافي او حتى اركيتكتشر، بامكانك انك انت تستفيد من هذه العدستين بشكل جدا كبير، لانه العدستين اصلا فتحه العدسه فيهم f1.4، وهذا الشيء بيساعدك انك انت تعزل الشخص اللي انت قاعد تصوره او الموضوع اللي انت جالس تصوره، وتقدر انك انت تطلع بصور جدا رائعه. طيب جينا الان للمهم، كم سعر هذه العدستين؟ سعر عدسه ال 20 مليمتر الاف 1.4 هو 3400 ريال تقريبا، أي ما يعادل تقريبا 899 دولار. أما سعر عدسة الـ 24 مليمتر الـ F1.4 هو تقريبا 3000 ريال، أي ما يعادل تقريبا 799 دولار. فأمانة السعر يعتبر جدا معقول على عدسات بفتحة عدسة 1.4، وبنفس الوقت من فئة الارت سيريز من شركة سيجما، اللي هي تعتبر يستخدموا فيها أعلى معايير العدسات وجودة المواد المصنعة منها. فأحب أسمع منك الآن، إذا أنت عندك أي أسئلة واستفسارات تخص هذه العدستين ياريت تكتب لي إياها في خانة التعليقات. أما إذا أنت استفدت من هذا المقطع فلا تنساني من اللايك، ولا تنسى أنك أنت تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل شيء جديد ممكن يطورك أنت كمصور. وإذا حاسس أن هذا المقطع ممكن أنه هو يفيد غيرك فياريت تشارك هذا الفيديو معه. أنا محمد مشعل، شوفكم بالفيديو الجاي.